كيفاش تفسروا لنا لا الكوكب ولا اولمبيك اخرين بان لهم فرق كبيره، كيفاش انهم جازوا هذا العمل واحد المحنه اللي هي اللي هي صعيبه بزاف، كانت غادي تقدر وحده فيهم تقدر تنزل القسم الوطني تاعها. لاش تردوا هذه الاسباب بكل صراحه، لاش تردوا هذه الاسباب؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، فبالنسبه للفريق ديالنا تنظن ان الخطا الاول انه كانوا نقولها صراحه كانوا مجموعه ديال المشاكل في بدايه الموسم، كانوا مشاكل في الاختيارات، لا الاختيارات التقنيه، كانوا مشاكل ديال مشاكل نقدروا نقولوا صراعات داخل الفريق. تنظن انه في المرحله ديال الاياب بداو الناس شويه تلفوا على هذا الفريق، واخا ما كانتش النتائج مساعده، ولكن الحمد لله تنظن ان اللاعبين هما اللي داروا الفرق العام في المباريات الاخيره بالعزيمه ديالهم، استطاعوا ان نحافظوا على المكانه ديالهم. اخا اعطينا تقييم على المباراه ديال اليوم ورايك في حكم المقابله اللي كان هو البطل الحقيقي في هذه المباراه. انا غنتكلم على المباراه لان غنتكلم على ما هو تقني. لان انا مدرب تنتكلم على ما هو تقني، تنتكلم على الفريق ديالي وهو تقني. كنظن ان المباراه اليوم كانت استغلينا ان فريق اولمبيك خريبكا خاض مباراه يوم الاربعاء، لانه خاض مباراه كبيره وتنهنيهم على الانتصار اللي حقوه الفريق الكبير وفريق الفتح الرباطي. فكما قلنا من الناحيه البدنيه فريق اولمبيك خريبكا اليوم كان شويه منعك، وهذا طبيعي لان جوج مباريات في ثلاث ايام ومع الحراره اللي كاينه. ظننا اننا استغلنا هذا المعطى هذا واستطعنا اننا نسجلوا هدف اللي منحتنا واحد الثقه في المباراه واستطعنا اننا نحققوا الانتصار. تفضل سي يوسف مريانا. فريق الكوكو المراكشي حقق بعض الانتصارات في ظرف 17 يوما بالطبع بالرصبه ديال مستر مريانا، وانا نعرف بالضبط ما الذي تغير في فريق الكوكب منذ رحيل البهجه واجل التحاقك انت رغم انك كنت مساعد لاحمد البهجه. كما قلتي ف لافونتاج اللي كان عندي هو انني كنت مع الفريق من بدايه الموسم، فتنظن انني تنعرف اللاعبين تنعرفهم بواحد الشكل جيد. العلاقه اللي كانت عندي مع اللاعبين علاقه جيده، سواء في هذا الموسم ولا المواسم اللي قضيتها كمدير رياضي. تنظن ان هذا ساعدني بزاف في القرب ديالي من اللاعبين، حاولت ما امكن ان نرجع الثقه للاعبين اللي هي مهمه في كره القدم. وإذا كانت الثقة وهذاك الميساج ديال بالنسبة للمدرب واللاعبين بواحد السلاسة، تنظن أن ما هو تقني وما هو بدني وهذا وما هو تكتيكي، فتنظن أنه غادي يدوز بواحد الطريقة إيجابية. وهادشي اللي شفناه في هذه المباريات، فاللاعبين تيأدوا أداء كبير، تنسجلوا أهداف، تسجل عندنا هدف واحد في أربعة المباريات. تنظن هادشي راه ما جاش من الصدفة، تنظن أن اللاعبين قاموا بواحد المجهود كبير. سي مدينة، قلت صحيح الأول بأن هناك صراعات داخلية يعني سبب تواضع الفريق، يعني بغينا نعرفوا شنو هي نوع الصراعات الداخليه اللي حدثت اللي وقعت في الفريق. الصراعات كانت بدايه الموسم، فتظن ان الاجواء في الفريق ما كانتش اجواء جيده. كما قلت فالفريق نوعيه الصراعات يعني مثلا يمكن انا تنتكلم بواحد عطيت واحد التقييم للمشاكل اللي على هذا الفريق، فقلت لك الفريق على مشاكل تقنيه ومشاكل سيريه، فما يمكنش انني ندخل في الديتاي، ولكن الحمد لله فالمسيري التفوا على الفريق واستطاعوا انهم يرجعوا للفريق في السكه الصحيحه. وكما قلت انا تنقولها ونعاودها، فالميريت هذا الموسم هذا في نهايه الموسم فهو للاعبين، لان الظروف اللي مروا منها اللاعبين في هذا الموسم هذه ظروف صعيبه وصعيبه جدا. عندنا واحد الجروب في المستوى لان كانت تيتعطلوا عليهم المستحقات ديالهم، كانوا مجموعه من المشاكل، ولكن هما دائما كانوا رجال داخل الملعب واخا كانوا العزائم، وهذا كانوا دائما هازين راسهم. والحمد لله في الوقيته المهمه كانوا في المستوى واستطعنا اننا نحافظوا على المكانه ديالنا. الفريق ديالنا فريق الكوكب مراكش فريق كبير، فنظن ان هذا الموسم هذا خصو يكون واحد الدرس للفريق، انه الموسم الماضي خصو يحضر بواحد الطريقه في المستوى باش ان شاء الله ما نبقاوش نتحوا في هذا المشاكل هذه. لا حنا لا فريق اولمبيك خويا اللي توا فريق كبير وفريق ديال الالقاب، تنظن ان هذه فروق اللي خصها تكون قاطره ديال كره القدم الوطنيه. شكرا سي الهزيمه اليوم ب 4-0 بالميدان. يقول لك
تأسف لأن يعني بعد فوزين كبيرين 4-0 أمام أسفي و 3-1 أمام الفتح الرباطي، تمنيت لو اليوم جينا لهنا فرحانين نفرحوا آخر مباراة في خريبكا، نفرحوا مع الجمهور تاعنا، نديروا عرس كما نقولوا، ولكن أظن أن نقول أن يعني نمسح في الحكم، رغم أنه يعني ضربتي جزاء قاسيتين، لكن شفتوا يعني في مباراة الماضية 3 ضربات جزاء ما صفرهاش وما هضرناش، ولكن اليوم ضدنا ضربتي جزاء قاسيتين. فعموما أقول أن الحمد لله ماهوش أوسيبي بابيجي، يعني ما قعدناش حتى اليوم باش نحوسوا على فوز اللي يخلينا نخرجوا من هذاك المأزق. الحمد لله خرجنا من هذاك المأزق منذ الأسابيع الماضية، فعلى كل أتأسف يعني أتحسر يعني صراحة ما استهلوش، لأن إذا كان شفنا المباراة تقنيا يعني تشوف استغلوا المرتدات، لعبوا 7 أكسيون يعني 7 لاحظ داو فيها ضربتي جزاء سجلوا هدفين، وحنا ما استغليناش حتى فرصة اللي أتيحت لنا. يعني فمرة أخرى نقول أن ما نقولش عامل التعب، ولكن التركيز، ضربة جزاء قاسية زيد بطاقات، احسبوا لي شحال كم لاعب خذا بطاقات، ولو أن الحكم كنت بالك الوحيد اللي شجعوا يعني في واحد اجتماع تاع الحكام، انا شجعت هذا الحكم مع سي حتقا، شجعت وقلت يعني يا ريت نشوفوه في القسم الاول يا، ولكن صراحه يعني اتاسف لهذا السلوك هذا بارد، حتى يعني في الهدف اللي رفضوا لفريق مراكشي ما كانش سلوك تاع حكم تاع قسم اول وين يفهم اللقطه، لان الحكم المساعد قال له اعطيه بطاقه لباكايوكو وهو خلى اللقطه. يعني صراحه مره اخرى نقول ان مهما الانتقادات اللي رايحين ناخذوهم، ولكن نقول نتحملوا هذا الخساره، نتحملوها وبكل روح رياضيه، لان ما فيه تلاعبات، ما فيه امور خلاف صرف الفريق، بقدر ما مساله تركيز، سجل هدف اول هدف ثاني وين اللاعبين باش نعودوا في المباراه ما عندناش. نقول ان يعني مره اخرى للاحباء الحقيقيين تاع الفرقه اللي ساندونا في الساعات الضائقه اسمحوا لنا، هذا هو. اما اللي نقدونا فاربحنا 4-0 وقالك زهر، اربحنا 3-1 قالك زهر، فاليوم خسرنا تخسر، يعني كنا لابد باش نكونوا رياضيين نقبلوا الخساره كما فرحنا بالاخر، ولكن راح نستغلوا دائما الانتقال. كنت كابسن من قبل قلتي تتمنى لو ان الفريق كان في وضعيه مزيانه باش تعطي فرصه اكبر للشبان، وفي حين اننا شفنا المقابله السابقه يعني الفريق نجا من السقوط وعندنا جوج المقابلات اللي بقاو ولكن ما عطيتيش فرصه للشبان. شفت لو كان عطيت بالك اليوم درك وابل من انتقادات، لعبتوا بلي جون سي بوسا خسرتوا، فاللهم نخسر بهذا ونتحمل مسؤوليتي كامله يا حتى ما يقولوش هكذا ولا هاك، ونتحمل مسؤوليتنا يعني رانا مدربين لابد باش نتحملوا، فهمت؟ رغم ان اللاعب منصف تمنيت باش 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 يلعبوا صراحه، يعني الشاب اللي عنده امكانيات كبيره تمنيت انه اليوم يدخل معنا مره اخرى ان شاء الله، بلاك نشوفوا في مباراه اخرى ان شاء الله. شكرا.